هو استاذ احمد مثل ما تعرف بالسياسه الخطاب شيء والواقع السياسي شيء اخر. ادعاء ايران يعني هي توحي بانها بامكانها ان تخصب اليورانيوم ل 90% ومن ثم تكون جاهزه لسلاح النووي، هذا خطاب انا اسميه حرب نفسيه. حقيقه لو نلاحظ احنا انه كل المفاعلات النوويه بشكل عام هي اصلا من صنع روسي واداره واشراف روسي. فأنا متأكد 100% بأن روسيا هتسلم كل المعلومات إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي وتعرف بالضبط يعني مدى تطور إيران، فبالتالي هذا الخطاب نسمي الحرب النفسية شيء والواقع شيء آخر. فمسألة مثلاً أن إيران أو القصف في مكان معين في حد ذاتها طبعاً لا ما تغير شيء، ولكن هذا التكتيك إذا نضعه بالصورة الأكبر يعني مع التكتيكات الأخرى سيغير شيء على أرض الواقع، سيفرض على هذه الإدارة الإيرانية الجديدة أن تغير سياساتها أو تقع في مأزق كبير راح تواجه به يعني انتفاضات من داخل إيران ضد سياساتها.